السلام عليكم يا حبيبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا، اهلا بكم في قناة ضعفر غالي. الفيديو بتاعنا بيتكلم دلوقتي معانا خميرة، زي ما انتم شايفين بصوا بشرتها بقت صافية وجميلة ازاي، ولا في نمش ولا تجاعيد. عندنا كيس خميرة زي ما انتم شايفين كده، هنحط معلقتين خميرة. هو الكيس اصلا فيه معلقتين يعتبر، او محطة معلقتين خميرة زي ما انتم شايفين كده. الخميرة اصلا جميلة للبشرة وتسمن الوجه ونفخ الخدود. عندنا كمان مية ورد زي ما انتم شايفين، هنحط معلقة. وبردك المية الورد بتفتح البشرة، لو عندكش مية ورد ممكن تحطي مية عادية، بس الاحسن والافضل تحطي مية ورد. هنفضل بقى نقلبها كويس، هنخلطها كويس مع بعض. الخميرة بصراحة تحفة جدا يا بنات، بتساعد على تقليل حب الشباب وبتقشر الجلد الميت وتشيل التجاعيد من البشرة. هنفضل نقلبها كده، زي ما انا بقلب هنحط شوية مية تانية، مية ورد. هفضل اقلب فيها، معلش في البداية كده لما بتيجي تقلبي مع المية مع الخميرة بتاخد وقت، هنفضل نقلب فيها شوية. الوصفة ديت لإزالة الحبوب والتجاعيد والنمش، تفتح البشرة كده. قلبناها كويس كده زي ما انتوا شايفيني. دلوقتي بقى هنجيب معانا، قبل ما نحط المكون التالت نفضل نقلب فيها تاني اهو زي ما انا بقلب. هنحط بقى عسل النحل، دوت هو المكون الأساسي للوصفة، لان مهم جدا وبيفتح البشره وجميل جدا يا بنات سبحان الله. هنحطه على العسل، هنحطه على العسل زي ما انتم شايفين يا بنات ونقلبهم كويس. هو العسل النحل بصراحه لوحده اصلا من غير اي مكون معاه نحطه على البشره جميل. هنقلبه كويس، نفضل نخلطهم مع بعض زي ما انا بخلط اهو. اصلا يا كمان يا جماعه الخميره بتوحد لون البشره، بتسمن الوجه. اصلا المره اللي فاتت عملت لكم قبل كده وصفه على تسمين الخدود، في ناس طلبتها مني. هنفضل نقلب كويس زي ما انتم شايفيني بقلب اهو. ما تنسوش طبعا تشجعوني في الفيديو، كومنت صغير ولايك. طبعا احنا هنسيب ديت الوصفة دي، في خطوة تانية لازم نعملها، هنجيب طبق. الخطوة دي مهمة جدا يا بنات، مينفعش نعمل الخطوة دي ونسيب الخطوة دي. الخطوة دي بقى هنرطب بشرتنا. هنرطبها ازاي؟ عندنا بتلات مكونات، عندك خميرة، عندك زبادي زي ما حطيت كده دلوقتي، معلقة زبادي. الزبادي اصلا تحفة جدا يا بنات للبشرة، بتفتح البشرة وبترطب البشرة كمان. انت لو بشرتك حساسة متحطيش ليمون، في ناس بشرتها حساسة ممكن متحطيش ليمون. طب لو عندك مية ورد ممكن تحطي مية ورد كمان، عندك زيت زيتون حطي زيت زيتون. دلوقتي انا هحط زيت زيتون، معلقة زيت زيتون كده، وهنقلبهم مع بعض. الترطيب دوت بيتعمل بعد الخطوة الاولانية، لان الخميرة بتشد الجلد. طبعا لو عندك فرشة كده جميلة هنجيبها، فرشة متخصصة للمسكات، هنحطها في الخلط بتاعنا ونفردها على وشنا. هنسيبها لمدة 10 دقايق. الخميرة هتلاقي بشرتك، هناخدها كده من تحت لفوق عند الخدود، ناخد من تحت لفوق عشان تسمن الخدود وتدي دوران للخدود زي ما انتوا شايفين انا بعمل كده. بس بجد يا بنات عن تجربة وصفة ممتازة، هنسيبها لمدة 10 دقايق. والوصفة التانية اللي احنا هنرطب فيها هنسيبها لمدة 5 دقايق كده. هنغسل البشرة بتاعتنا بعد ما بنسيبها، وبعد كده هنرطب بشرتنا بالزيت والزبادي. وصفة بسيطة جدا يا بنات، والمكونات عندنا في البيت، طبعا ما فيش بيت ما فيهوش المكونات ديت.
هنسيبها على بشرتنا زي ما انا قلت لكم لمدة 10 دقايق الوصل الخطوة الاولى. ومتنسوش بقى في اللايك وتفعيل الجرس وكومنت صغير لو الفيديو عجبكم. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.